مستمعينا الكرام، في إطار حديثنا حول معاناة المواطن السوداني من الحرب التقينا بالأستاذ عثمان بصري من المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري. نتناول معهم جهودهم وبلاغات التي وصلتهم في هذا الصدد. أهلا ومرحبا بك أستاذ عثمان بصري. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصادق، والتحية لمستمعي راديو دبنجا اللي ظلت على الدوام هي بتغيث مع قضايا الشأن السوداني وقضايا المواطنين وقضايا الانتهاكات وحقوق الإنسان. بنحييها ومشكورها على الإطلالة عبرها لمخاطبة جماهير شعبنا. أستاذ عثمان، من هي المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري؟ المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري هي مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان في السودان، كانوا بيعملوا على الانتهاكات في الأوقات السابقة في أماكن من نواحي متفرغة، لكن بعد الحرب ويعني التزايد وتصاعد ظاهرة الاختفاء القسري تداعوا لتكوين المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري. ومنذ إنشاء عملة المجموعة على جمع البلاغات اللي بترد اصلا، لانه زي ما تعلمون انه النيابات متوقفه واقسام الشرطه، فبترد البلاغات عبر الميديا. اي اسره فقدت شخص بتعلن عمره عبر الميديا. نحن في المجموعه السودانيه كنا منتابع ده وبنحصر عدد المختفين ونساعد في يعني عمليه البحث عنهم عن طريق النشر. وعندنا هنالك مجهودات يعني في الغريب العاجل، لانه نعمل معالجات قانونيه لمساله الاختفاء القسري، لانه لابد انه يكون في بلاغات رسميه لدى النيابه العامه حول عمليه الاختفاء، عشان بعد ذلك تكون بطريقه رسميه وتكون ممكن بعد ذلك الناس تصير فيها في الطريق بتاع الإجراءات القانونية، حتى إذا اضطرينا إنه يعني نلجأ إلى المحاكم الدولية والإقليمية. سمح أستاذ، يعني منذ نشوء الحرب في البلاد، الإحصائيات التي توصلتم إليها ممكن تذكر لنا؟ الإحصائيات الأعداد كبيرة، ونحن الإحصائيات اللي حنقولها هذه هي دي مال دي الإحصاءات اللي قدرنا زي ما قلت لك إنه نوصلها. وأنت تعلم يعني قطاع الاتصالات لفترة، غياب الشبكة عن كثير من مناطق الخرطوم. الإحصائية الموجودة لدينا عدد المختفين حتى اللحظة 309 المبلغ عنهم، عادوا منهم 12 شخص، يبقى العدد المفقود 297 شخص. من ضمن ال 297 شخص في 12 سيدة. كذلك في هذا الرقم برضو يوجد عدد 12 طفل. ال 12 طفل فيهم 11 ولد وفيهم بنت واحدة، في 2 من الأجانب، وفي 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، 3 رجال و 2 من السيدات. الإحصائية دي هي يعني آخر إحصائية للمجموعة حقتنا، وزي ما قلت لك إنه يعني كل يوم نحن نتابع، ممكن يكون يعني هسه رصدنا بعض الحالات لسه ما تضمنت في التقرير، حتكون في التقرير القادم. سمع أستاذ، أنت ذكرت إنه يعني المختفين حتى الآن تم رصدهم من قبلكم 309، العادوا منهم كم؟ 12 عادوا، فيهم 11 رجل وسيدة واحدة. نعم، سمع، العدد ده استطعت انه تعملوا اتصال باي عدد منهم؟ نحن قدرنا يعني او تحصلنا على افادات بعض الناجين من الـ من الـ من الاسر، وكلهم يعني كانوا يعني معلومات انه كلهم كانوا محتغلين لدى قوات الدعم السريع، بشكوك انهم يتبعوا للاستخبارات العسكريه، يعني بيدلوا أفضل إنه في يعني التحقيقات بتتم عبر أفراد يتبعون لاستخبارات الدعم السريع في كل حين والآخر. وفي إحدى هذه التحقيقات أنت بتثبت مرات ما عندك أي علاقة، بيكون جاتك بطاقة ولا حاجة،
فبيقوموا يطلقوا سراحك او يتعرف عليك احد الافراد اللي بيجوا يجروا التحقيق، فبيقوموا يطلقوا سراحك. يعني دي اغلب الافادات اللي وردتنا. يعني بمعنى ثاني انه كل العدد المختفي ده هو اختفى داخل مدينه الخرطوم؟ الاعداد كلها داخل مدينه الخرطوم. ما عندكم اي معلومات عن المناطق الثانيه اللي بتشهد حرب، مثلا مدينه الابيض، الفاشر، نياله، زالينجي، جنينه؟ نحن يعني مدينه الابيض ما ظهر فيها حاله بتاعت اختفاء، لكن في احداث الزالينجي في زي ثلاثه مختفين نحن في التواصل مع يعني بعض الناشطين حقوق الانسان هناك عشان نتاكد من معلوماتهم ومن حادثه الاختفاء نفسها. لكن يعني وردتنا معلومه لم نتاكد منها بعد انه في احداث زالينجي في ثلاثه مختفين. سمعي استاذ، يعني انت هسي ذكرت يعني من ضمن المختفيين اللي كانوا 309 عادوا منهم 12، في 12 سيدة و12 طفل واثنين من الأجانب، خمسة احتياجات خاصة وخمسة احتياجات. العادوا ثبتوا لكم انهم هم كانوا لدى الدعم السريع، اما البقية المختفيين ديل هل انتم بتعتقدوا انهم هم برضو محجوزين لدى الدعم السريع، ولا ممكن تكون لأسباب اخرى متعددة؟ لانه الان انت ذكرت 12 طفل و12 سيدة، اثنين من الأجانب وخمسة من اصحاب الاحتياجات الخاصة. نحن بنعتقد انه في مجموعة كبيرة بطرف الدعم السريع، وفي مجموعات لدى الاستخبارات العسكرية للجيش السوداني، دي المجموعات جو يعني تم احتغالهم من داخل منازلهم، وزي ثلاثة من الشمبات، عدد من المناطق الثانية زي أركويت، يعني دي تم احتغالهم بواسطة الاستخبارات بتاعت الجيش. نحن يعني بنعتقد انه طرفي الصراع الاثنين هم يعني متورطين في عملية اخفاء الاشخاص المبلغ عنهم الان. سمع استاذ، انت ذكرت لك قبل قليل انه يعني انتم بصدد اجراء بلاغات رسميه واجراءات قانونيه الان في المناطق الملتحبه في استحاله لاجراء المساله دي، هل ممكن تصعيد المساله دي للجهات الدوليه المعنيه بالامر، وهل لديكم اتصالات بالصليب الاحمر مثلا للابلاغ حول الحالات المختفيه دي وكده؟ نحن بصدد حسي في الوقت الراهن انه نعالج المسألة بالقانون السوداني. فعلا المناطق الملتهبة، لكن احنا بنبحث عن بحث يعني ارسال مذكرة للنيابة العامة في انها تحدد لجنة او اعضاء من النيابة العامة لتلقي بلاغات المختفين غفريا في اي من المدن الآن القريبة من الخرطوم. ممكن يكون تخصص رقم ووكلاء نيابة محددين للابلاغ عن المختفين غفريا. عندنا تواصل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عندنا تواصل مع البعثة المكتب حماية المدنيين في اليوم تامس، عندنا تواصل مع ديل، وبالتأكيد نحن يعني كل هذه الإجراءات لتصعيد قضية الاختفاء الغفري، لأنها هي قضية زي ما تعلم أنها هي خطيرة، بتعرض المختفي لعدم الحماية القانونية، و ممكن تنتهك يعني في ظل الاختفاء ممكن تنتهك كثير من حقوقه. لذلك لابد من انه تتدخل التدخل العاجل للمجتمع الدولي ليكف الطرفين عن عمليه اخفاء الاشخاص. وفي جهات يعني نحن في سجزات نتعاون مع كل الجهات، لكن ابتداء سوف نبدا بمذكره النيابه العامه لان تكون لجنه او تحدد وكلاء نيابه لتلقي بلاغات المفقودين اولا، لذلك بعد ذلك سوف نخاطب الجهات العدليه الدوليه المهتمه بحقوق الانسان والمهتمه بتطبيق الاتفاقيه الدوليه لحمايه جميع الاشخاص من الاختفاء الغفري، وزي ما تعلم ان السودان وقع في العام 2021 على هذه الاتفاقيه. كيف يتصل بكم المتضررين او ذويهم من اجل الابلاغ؟ نحن بصدد انشاء صفحه، لكن نحن الان المتضررين اصلا بينشروا في الصفحات لاسر المفقودين او عبر صفحه مفقود او عبر صفحه مفقودي 15 ابريل
أو في صفحات الناشطين. نحن بنعمل على في المجموعة السودانية في نعمل على جمع هذه البلاغات ويعني ترتيبها وإحصاءاتها ومتابعتها والمساعدة في نشرها. لكن المجموعة السودانية الآن هي عن غريب بتعلن عن صفحتها وبتعلن عن إنه الخدمات المساعدات اللي ممكن تقدمها لأسر ضحايا الاختفاء القسري. أستاذ عثمان، يعني في الختام، هل لدى المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري أي رسالة ممكن توجهها عبر هذا اللقاء، سواء كان للضحايا ذويهم أو للجهات المسؤولة عن مثل هذه الحالة؟ الرسالة الأولى للنيابة العامة، إنها تخصص وكلاء نيابة لتلقي بلاغات الموجودين، لأسر الضحايا التواصل مع المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري يعني مساعدتها في إجراء فتح البلاغات والبحث عن المختفين. الرسالة الثالثة هي للمجتمع الدولي للضغط على طرفي النزاع للكف عن استعمال الطرفين لجريمة الاختفاء القسري في الحرب الدائرة الآن. رسالة للمجتمع السوداني في إنه يعني يساعد في الضحايا الاختفاء القسري، لأنه زي أنا ما ذكرت إنها هي بتعرض الأسر لمرات كثيرة للعائلة الوحيد لها، فبيكون في صعوبات اقتصادية مترتبة على فقدان العائلة الأسرة بسبب اختفاء القسري، إنه الناس تقف معاهم. وإنه في الختام يعني نتمنى إنه الحرب دي تقف وإنه الشعب السوداني يعيش في سلام وأمان. شكرا لك أستاذ عثمان بصري، كنت معنا في راديو دبنجا. شكرا لك وشكرا لراديو دبنجا.